tanpa basa-basi lagi. Inilah Mahakarya Santri At-Taqwa Imtihan yang ke-38 dengan tema mewujudkan generasi Islami kreatif dan berakhlakul karimah. خلاص خلاص هنعيش ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعد كل أوقاتي ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله لقيتني بجري عليك انا عيني في عينيك ومسكت ايديك في بعد كده جمال ما شفتش زيها اجمل ما شافت عين حياتي كلها عيونها للسهران انا فيها حيران هاي عيني ليل ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعد